بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزميل بطاري، الإخوة الحضور جميعا والأخوات، تعودنا أن نلتقي مثل هذا الملتقى لنحتفي بالذين شاركوا في مسابقات رمضان من أجل الإشادة بفعلهم وتشجيعهم وتنويهم، لأن الذين ينتظمون في مؤسسات رسمية في الجامعات أو في الثانويات أصبحوا الآن دائما يحظون بتكريم في نهاية السنة في مناسبات عامة وينالون جوائز، وهذا عرف الآن جار في المغرب كله. لكن هؤلاء الذين نخاطبهم الآن هم صنف آخر وفئة أخرى ليست منتظمة في مؤسسة معينة، وإنما هم أناس شباب ذكور وإناث استهوتهم المعرفة وأرادوا أن يطوروا أنفسهم ومداركهم واعتمدوا على أنفسهم، فهذا من باب التكوين الذاتي، وهذا من باب العصامية، من باب الاعتماد على النفس والتوسل بمثل هذه الوسائل، تلقي أسئلة معينة والحرص على الإجابة عليها. والمهم من هذا أن هذه فئة أخرى من العصاميين والعصاميات نتعامل معهم ونكربهم ونشيد بعملهم وبما فعلوا وما حققوا في مثل هذا. طبعا الذين يحظون بتكريم هم القلة القليلة، ولكن الذين استفادوا من البرنامج هم شريحة واسعة، هم كل أولئك الذين يصلهم صوت هذه الإذاعة وهم كثير، خصوصا أن هذا البرنامج يذاع في رمضان حيث النفوس صافية ومستعدة لاستقبال مثل هذا الخطاب الديني، وترى أن المناسبة تدعو إلى الاستزادة من معرفة الشريعة، ورمضان كان دائما في ذاكرتنا وفي ذهنيتنا مناسبة للتعلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه يحيي هذا الشهر الفضيل بالتعلم، وكان جبريل نفسه ينزل إليه ويدارسه القرآن. فلذلك نحن لا نخاطب شريحة ضيقة هي هذه التي تحضر أو يستعذر عليها أن تحضر، ولكننا نقول إننا نخاطب كل هذا المدى، هذا المدى الأثيري، حيثما وصل هذا الصوت فنحن نتعامل معه. ولا شك أن البعض يواصل والبعض ينقطع والبعض يثابر، مهم أن هنالك أسئلة يطرحها المجلس العلمي، والمجلس العلمي بهذا يتوسل بكل وسائل من أجل أن يؤدي رسالته. هذا لون واحد وأسلوب واحد من أساليب الأداء للمجلس العلمي، ولكن هذا الأداء وهذا النوع هو نوع فاعل وإيجابي ومؤثر، لأن الإعلام الآن أصبح الرهان عليه الآن عالمي. ربما هناك من لا يعرف قيمة الإعلام ولا يقدره قدره، يعرف أن أحد معظم الأحداث التي تقع الآن هي من صنع الإعلام. الإعلام الآن يحرك، يؤثر، ينشر قيما إما إيجابية وإما سلبية، يوجه الشعوب في كل العالم. الصوت والصورة هما الآن هما تقريبا هم السلاح الكبير الآن في العالم. فإذا نحن حينما نلوذ بهذا الجناح فإنما نركب هذا المركب ونتوسل بهذه الوسيلة الإيجابية التي يجب دائما أن نوريها قيمتها. في هذا اللقاء أولا أحاول أن أثمن وأشكر هؤلاء الإخوة الواقفين على هذا الثغر، هؤلاء الذين يشتبكون مع المجلس العلمي في هذه العلاقة، في هذه الزمالة، في هذه الصحبة، في هذا التعاون الذي نلحظ أثره ليس من الآن ولكن منذ زمن ليس بالقريب. هذه المؤسسة إذاعة حينما تدخلها أو يدخلها شخص وأدخلها الآن تعود بي الذكرى إلى سنوات قديمة، إلى محطات سابقة كانت الإذاعة فيها في طريق مولاي الحسن، ثم انتقلت ثانية إلى مكان آخر قرب السوق المركزي مقطع، ثم جاءت إلى هذه في مرحلة
لاحقة، وكان هذا البناء شيئا جديدا، ولكن المهم أن هذه الدار دخلها أكثر من كان بهذه المدينة من المثقفين، من العلماء، من المقرئين، من جميع الأصناف، كلهم مروا من هذه الجهة في غالبه، قل من كان من العلماء أو من المتحدثين من لم يمر بهذا في مناسبة إما في ندوة أو في حادث خاص أو في حادث مستمر، وبعضهم لا زال حيا وبعض أفضى إلى ربه. فهذه الدار لها ذاكرة كبيرة وقوية في إبلاغ هذا النوع من الخير للأمة. وحينما نجلس نتصور ناسا رحلوا عن دارنا دار الفناء إلى دار البقاء، ونعرفهم ونعرفهم كلهم كانوا متعاطفين مع الخير ومع الكلمة، لم نكن نجد مزاحمة في قضية الكلمة نؤديها. وأنا أحب أن أقول هذا ليس من باب المجاملة، أنني أوجد، أنا تحدثت في مواقع أخرى، تحدثت في محطات أخرى تلفزية في الغالب ومحطات مثل هذه، ولا ألاحظ الفرق، ألاحظ الفرق، ولا ألاحظ الفرق والقبول والتهيؤ لأداء، لأن هذا أصبح مشروعا مشترك ليس مشروع المجلس العلمي. هؤلاء الذين يقومون الآن على هذه المحطة هم الآن شركاؤنا في غير خارج هذه المحطة في كل المنتديات والأعمال العلمية التي نكون فيها. فلذلك أقول إن هذه المحطة يجب لا ينظر إليها أنها إذاعة جهوية فقط، بل هي محطة وجزء من تاريخ هذه المدينة ومصدر من مصادر المعرفة. هذه سبقت كثيرا من المؤسسات، سبقت الكلية، هذه سبقت الجامعة في وجدة، سبقت كثير من المؤسسات التي ينظر إليها ويشار إليها. كانت هذه الإذاعة هي التي تعطي الكثير، وتحدث فيها الناس، وكتبت فيها بحوث وأشياء ونقاشات متعددة، ونسأل الله تعالى لها الاستمرار. ولذلك أنا أقول إننا في كمجلسنا علم نرجو إن شاء الله نتمكن في سنة مقبلة أن نجلس جلسة تكريم مع الإذاعة، لأن لا يليق بنا أن نمضي هكذا في هذا النوع من السذاجة إن شئنا، لا نعطي الأشياء قيمتها. فيكون هناك فرصة إن شاء الله في سنة مقبلة لنجمع بقية من وجد من الأساتذة الذين كانوا هنا، الذين ألقوا دروسهم، بعضهم الآن صار كبيرا ولكنه يذكر له ذاكرة وله صلة بهذه الدار. طبعا هناك لائحة، وهناك من لا زال على قيد الحياة، ومن لم يكن وإن كان قد توفي فنترحم عليه ونذكر اسمه على الأقل، نذكر اسمه أنه مر من هذه الدار وأعطى ما أمكنه أن يعطيه على منصة كبيرة جدا هي هذه المؤسسة. فهذا نرجو إن شاء الله أن نتمكن منه، وهذا يذكرنا دائما بالأعمال وبالأعمال العلمية التي قدمها كثير من إخواننا الحاضرين معنا في هذه الدار، برامج مستمرة لا زالت موجودة وقديمة، وكانوا يؤدون هذا صوت الشارعة وما إلى ذلك، وهذه أشياء أداها هؤلاء الإخوة ومعظم حاضر بزمن متطول. كان المهم فيها هو الإصرار، هو البقاء، هو الاستمرار. وطبعا هذا كله كان عملا يراد به وجه الله، كان مجانيا ولم يكن يراد منه، ولم يكن يدل على أحد شيئا، ولكنه كان هكذا. بهذه المناسبة تيسر لي أن سجل خمسة أحزاب من القرآن، تفسير خمسة أحزاب من القرآن الكريم، وكانت أذيعت في كانت عملية تبادل مع الإذاعات كلها، ولكنني أسمع هذا التسجيل في رمضان قريب في الساعة الرابعة صباحا، دائما كنت أتابع هذا التسجيل وأرجو إن شاء الله أن نتمكن في سنة مقبلة إن شاء الله أن أسجل خمسة أحزاب أخرى، لأن هذا دين، تخدمة القرآن وتفسير القرآن دين، لأن هذا لا يجوز أن يبقى هذا الكتاب وهكذا فردا، ولا بد أن ألحق به غيره إن شاء الله. فهذا الجو الذي أتحدث عنه، هذه العلاقة، هذه الأعمال الكبيرة التي تؤديها، نسأل الله تعالى أن يتقبلها منها
من الجميع. طبعا حينما أتحدث عن جهاز هذا أتحدث عن التقنيين، عن الإداريين، عن المذيعين، عن جميع الذين يقدمون شيئا لهذه المحطة. ونسأل الله تعالى يبقان هذا مستمرا وأن نطوره إذا احتاج إلى التطوير، يجب أن نطوره وأن لا نبقى مرتهنين لمرحلة معينة أو لطريقة معينة أو لأسلوب. فأبواب الخير كثيرة كما هو معروف، عندنا جامعات، عندنا ثانويات، يمكن أن ننقل إليها شيء من هذا النشاط ويكون ذلك تجديدا وإحياء وتبيئة لهذه الدار في محيطها، يبقى لا تبقى مجهولة أو في ركن، أو يتعامل الناس مع أنهم يطلبون فيها فقط ما يريدون منها من الأغاني. هذه دار للتكوين والتثقيف ورفع المستوى ونشر الخير. هؤلاء الذين اشتركوا من الذكور ومن الإناث أيضا نهنئهم، أولا لأنهم تعاملوا مع المعرفة وأنهم عرفوا شيئا من دينهم وأنهم استجمعوا الآن شيئا يعتزون به أنهم درسوا ولو بهذه الوسيلة بهذه الطريقة هذا التعليم عن بعد، وهو تعليم الآن أصبح معروفا في كل الدول عن طريق التعليم عن بعد. فنهنئهم على هذا الحرص والإصرار والمتابعة والحرص على أن يجمعوا ما يمكن يجمعه من المعارف والمعلومات المتعلقة بدينهم وبالتاريخ كذلك، بتاريخ المغرب. ونسأل الله تعالى أن نتمكن في سنوات أخرى أن نضيف إلى هؤلاء آخرين. ونحن نسعد الآن بأننا تحدثنا عن الفقه ولكننا درسنا الفقه في مرات متعددة، تحدث الناس عن الفقه باعتباره عنوانا، الفقه المالكي، الفقه المالكي المغربي، المغرب مالك. ولكننا في هذه الدروس وصلنا الناس بحقيقة الفقه المالكي وألقينا أسئلة وعرف الناس بعض جزئيات الفقه المالكي، فهذا شيء تم. نسأل الله تعالى الاستمرار والتوفيق والتسديد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.